كده الناس يصدق. نجدد التحية عبر هذه الفقرة. ويعد التميز الأكاديمي والإبداعي نوعا من أنواع الموهبة، نعم، ولكن يصاحب أو تصاحب هذه الموهبة اجتهاد حقيقي، خاصة حينما تكون الأسرة من العلماء وينشأ فيها الأبناء على وعي كامل بما يدور في نسيج المجتمع، سواء كان هذا النسيج نسيجا ثقافيا واجتماعيا وسياسيا واقتصاديا وحضاريا. وهذا التأثير والتأثر يعد بمثابة ميلاد دائم لكل من يقود المجتمع في أوقات عصيبة منه. ضيفتنا في هذه الفقرة هي قائدة لهذا المجتمع في وقت عصيب منه، غنية عن التعريف طبعا، الأستاذة الدكتورة عزة هيكل. أهلا وسهلا يا دكتورة، سعداء بوجود حضرتك معنا. يعني أشكر حضرتك على المقدمة دي التي أتمنى أن أصل إليها. هو حق طبيعي. الدكتورة عزة هيكل هي عميدة لكلية اللغة والإعلام، وهي عضو المجلس القومي للمرأة. ونبدأ معها، يعني أريد أن أبدأ مع عزة هيكل دون أي ألقاب، في الأسرة عندما كانت صغيرة، وهي ابنة الدكتور أحمد هيكل، غني عن التعريف طبعا، أن أذكر عنه قليلا أو كثيرا، لكن الكل يعرف الدكتور أحمد هيكل وزير الثقافة الأسبق، عضو الاتحاد الإذاعة والتلفزيون، أو عضو الأمانة العامة لاتحاد الإذاعة والتلفزيون، عضو مجلس الشعب لسنوات عديدة، ساهم بشكل كبير في بناء أفكار جيل، هذا الجيل الآن هم عمداء للكليات، رؤساء للجامعات، أساتذة كبار يتعلم على أيديهم تلاميذ من كل المجالات. يمكن لو تكلمنا على الدكتور أحمد الحلقة ستكون له، لكن أنا عايز أعمل تضافر ما بين عزة هيكل الشابة التي كانت لها يعني طموح كبير، وحكم هذا الطموح أيضا ضوابط واضحة. كيف كان تعامل الدكتورة عزة هيكل وهي تتذكر الآن ما كانت عليه عزة هيكل داخل أسرة المرحوم الدكتور أحمد هيكل؟ يعني خليني أقول لحضرتك سريعا كده عن والدي، أن والدي يعني من الشرقية في الزقازيق، خريج المعهد الأزهري للثانوية العامة، يعني حصل على الشهادة الأزهرية من حافظة القرآن الكريم، ثم التحق بدار العلوم، ثم كان أول من سافر في بعثة إلى أسبانيا ومدريد لدراسة الأدب الأندلسي، واللي بتعثه عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين. طبعا عندما عاد يعني تدرج في الوظائف، كان مستشار ثقافي، كان عميد كلية دار العلوم، وزيرا للثقافة، طبعا يعني عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، مجمع اللغة العربية، يعني الحمد لله كان متميزا، وكان يجمع بين الثقافتين، الثقافة العربية والثقافة الغربية. والدتي كانت تلمسته في كلية دار العلوم، وكانت أيضا أستاذة لغة عربية ومديرة مدارس. يعني إحنا شوية نشأنا في أسرة، وهي أول من التحق، أول من أول ثلاث فتيات التحقنا بيه عطيات حافظ فوزي رحمه الله. يعني فكان إحنا أسرة شوية يعني تجمع بين العلم والأدب والتدين، وفي نفس الوقت كان خالي مخرج، كان نجدي حافظ، فكان كانت الأسرة كده فيها حالة إشعاع، حالة وكان دايما موجود في البيت مثقفين، تلاميذ للوالد، شعراء، مفيد جدا الحقيقة. جدا مثلا مرسي جميل عزيز الشاعر الراحل كان من أعز أصدقاء والدي، الشاعر فاروق شوشة كان أحد تلاميذ والدي، يعني الكاتب الراحل إسماعيل النقيب كان برضو يعني في الأسرة موجود. يعني كان في مجموعة من الدوائر، لكن كان أكتر ما بيميزها الحقيقة كان في ترابط أسري، كانت أسرتنا كلها متواجدة، يعني عائلة مامتي وعائلة الوالد. يعني جميل التواجد، التواجد صنع يعني قادة رأي، فتواجد قادة الرأي مع عزة هيكل أصبحت وأنا كنت بقرا يعني وبأسمع إن الأدب والفن دول حاجة كبيرة قوي، كنت بتخش أو بتدخل عوالم من الخيال ومن الفكر ومن التميز، فكان بالنسبة لي العالم ده عالم سحري، يعني عالم غير عادي، فكنت بتمنى دايما أكون جزء منه.
كان بيساعدني الوالد فعلا، لكن اكيد في مرحله بقى بيحصل الصراع العادي يعني اللي بيتقال، ومرحله المراهقه الشباب كنت عايزه التحق دايما. بس كان في احتواء يذكر للدكتور احمد هيكل جدا لان هو طبعا انت حضرتك معذوره، لان يعني كلما اجتمع كل هؤلاء كقاده راي في المجتمع فكان من الطبيعي ان تكون هناك شخصيه خاصه يجب على الأب أن يحتويها طبعا. بس يعني برضو عزة هيكل عاشت في جلباب أبيها شئنا أم أبينا، يعني لا أنكر أن عشت إلى حد كبير في إيه، لكن تمردت في جزء، وطبعا ممكن يكون التمرد ساعات أحس أقول هو أنا كده زعلتك يا بابا، لأن كان مثلا من أحد الحاجات اللي الأصل. كان دايما يقول أتمنى ما تتكلميش في موضوعين ولا تكتبي في موضوعين. اول ما بدات الكتاب ايه هما؟ السياسه والدين. فساعات اشعر ان انا يعني خرجت عن، فقال لي مثلا مره يعني اقري معايا فاتحه على كده، قلت له معلش مش هقدر. فانا يعني حتى ما قدرتش ادي هذا الوعد، لكن ما قدرتش اقول له لا في وقتها، قلت له حاضر هحاول. لكن دايما هو معايا يعني، وانا بكتب وانا بتطرق لاي موضوع بالرغم من ان ليا اراء فيه، لكن دايما بحاول يعني. ما كانش فيه صدام؟ لا في صدام، بس ما كان صدام بكل الاحترام الحقيقه. يعني صدام، انا كنت صدام الكبار. صدام الكبار يعني ان مثلا حاولت ان انا اول ما اتخرجت ان انا اكون مذيعه في التلفزيون المصري ونجحت، قال لا سكت. لما بدات اكتب شعر وعايزه انشر يعني اخرني حتى احصل على الماجستير والدكتوراه، ثم قال لي ابدأي في النشر. طب اكتب في الصحف؟ لا انا ما اقدرش اساعدك في حاجة، انت عايزة تكتبيه شوفي اي مكان. فكنت انا اتذكر اني ذهبت جريدة الورد للأستاذ جمال بدوي رحمه الله وبدأت الكتابة، وكانت الحاجات بتتشال يعني المقالات تتقص يعني وبعدين مثلا لما بدأت ان انا النشر ما ساعدنيش في النشر يعني، لكن كان أستاذي الدكتور سمير سرحان كان في الوقت ده رئيس هيئة الكتاب، ذهبت له أكتر من مرة، مرة واثنين وثلاثة، وطب من فضلك يعني. كان دايما في زي ما بنقول محاولات ان انا يعني اصل. حاولت مثلا، انا بتذكر ان انا كنت بقول له نفسي اطلع في برنامج، حتى سنة 98 كانت اول سنة ادخل فيها مبنى الاذاعة والتلفزيون ان انا اكون في برنامج، وكنت كل ما اسأله يقول لي الادب والفن. 98 الادب والفن ما لهمش واسطه، عايزه تكتبي اكتبي، عايزه توصلي. بس كانت ساعات بقى حاجات تجرح يعني، كان ساعات اكتب مقالات فكان احد مثلا يعني اصدقاء الوالد او زمايله يقولوا لي والله الدكتور كاتب مقاله حلوه النهارده، فكان ايه يعني بسكت يعني بقول ايه الايام بيننا زي ما بيتقال يعني، لكن الحمد لله. لكن هي برضو جينات دكتور احمد هيكل انتقلت الى الدكتور عزة هيكل. انا ليه اخواتي الاثنين، اخ مهندس واخ طبيب، والاثنين بيكتبوا كتير من الشعر على فكرة، لكن ايه هم مبتعدين يعني لانهم يعني ما دخلوش في المجال. لكن لا الجينات تحكم ايضا. اكيد يعني تحكم يعني لا جزء كبير. لا جزء كبير، هي جزء بتبقى موهبة من عند ربنا طبعا. لكن دايما بيبقى فيه القراءة والدراسة، لكن في لحظات بتشعر انها مخزون داخل الفرد يعني. طب دكتور عزة هيكل يعني مشاكل المرأة يعني كثيرة جدا، بس احنا يعني هنستعرض لقليلا منها، لان الحقيقة وانا عايز استفيد من حياة عزة هيكل طبعا، لكي لا تكون إنارة حضرتك أكبر من أن ننير يعني جزءا كبيرا من حياتك، لكن باختصار شديد حتى ننتقل إلى سماع شعر ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. دكتور عزة هيكل كيف ترى يعني تقيم الوضع الحالي للمرأة في ظل المجلس القومي للمرأة في يعني لمحات رئيسية، وكيف ترى أمورا أخرى كثيرة كتعامل الإعلام مثلا مع قضايا المرأة؟ هل يليق هذا التعامل حتى هذه اللحظة هنا التي نتحدث؟ خلينا نقول، أنا أتذكر أن مرة كتبت مقالة اسمها الخطاب النسائي، دي كانت مقالة من 10 سنوات وكانت في الأهرام الحقيقة. بقول أن إحنا بنتعامل مع قضايا المرأة على عدة مستويات. كان في المستوى الرسمي، المستوى الرسمي ده اللي هي عندما بدأ المجلس القومي للمرأة كان واخد دعم كبير من
زوجة رئيس السابق مبارك، فكان في دعم، وكان في دعم بقى من المحافظين ومن السادة الوزراء ومن رجال الأعمال، السلطة التنفيذية، كان كل من يريد أن يتقرب إلى السلطة وإلى الرئاسة كان بيحاول إيه ييسر ويسهل. صحيح. قضايا المجلس القومي للمرأة. ده كان مستوى. كان في مستوى تاني اللي هو مستوى الأدب، المستوى المثقفين والأدباء كانوا بيتعاملوا مع قضايا المرأة من منظور في تعالي وفي لغة خطابة مختلفة، وبيتكلموا عن الأدب النسوي ولا أدب المرأة ولا المسكوت عنه ولا المباح بشيء. كمان كان في بعض الأحيان كان بيبقى في خروج عن النص بدعوى أن هذا إثبات للذات. كان في بقى نوعين تانيين موجودين على الساحة، الخطاب الفني. الخطاب الفني كان بيهين المرأة في فترة، يعني نقول في أواخر التسعينات وأول الألفية. صحيح. كان بدأت في موجة كبيرة جدا من استخدام المرأة في الفيديو كليب، في الإعلانات كجسد، والجسد هنا كان إما يعرى أو إما يتم تغطيته تمام. فكان التركيز على المرأة كمتعة، كسلعة، كمصدر للغواية. صحيح. عيب، حرام، ما يصحش، البسي، وفي نفس الوقت لا اتعري، الناس تتفرج، تضارب وتناقض. كان بقى في مستوى ثالث الرابع اللي احنا بقى عشناه، وهو اللي أدى إلى الكارثة اللي احنا فيها، اللي هو المستوى الشعبي. المستوى الشعبي كان رافض لكل هذه الأشكال، كان عايش بشكل تاني، كان في ضرب للمرأة، كان في عنف تجاه المرأة، كان في استغلال للمرأة، كان في زواج للقاصرات، كان في كتير، يعني مش عايزة أقول بيع للفتيات، ولكن زواج الفتيات للكبار، كان أو المرأة المعيلة، كانت كثير من السيدات يعملن ويعلن الأسرة والرجال لا يعمل، وبالتالي كان في نوع من الاستقواء على المرأة. وحتى الآن نيجي على الدولة أو الحكومات، يعني المرأة لها وضع في المجتمع ولها تواجد على الساحة في التعليم وفي المراكز القيادية، لكن حتى هذه اللحظة بتقوم بعدة أدوار. يعني بتلاقي السيدة أو عندما تتزوج عليها كم من الأعباء لا يعني ينوق عن حملها الجبال. يعني في الدول الأخرى اللي فيها عمل للمرأة بتلاقي في أي مؤسسة يزيد فيها عدد النساء عن 100 بيكون في حضانة حتى تستطيع أن تعمل بنوع من الهدوء. المدارس بتكون تواجد المدرسة قريبة من البيت أو المنزل علشان سهولة الانتقال، بيكون في مؤسسات ودور حقيقي لكل هؤلاء بالضبط، دول متواجدين في مؤسسات وهيئات تستطيع أن تساعد المرأة العاملة، يعني البيبي سيتر، يعني أن في يبقى في جليسة للأطفال، مديرة للمنزل بأسعار محددة ومعروفة، مش نقول أنها دخلت وسرقت، لا، اعتدت على الأطفال، لا، الحاجات دي بتبقى وفق مؤسسات اجتماعية تشرف عليها الدول، تساعد المرأة العاملة على أن تقوم بمهمها في العمل وعلى أن تقوم بمهمها داخل الأسرة. لأن أنا ما أقدرش أقول أن المرأة داخل الأسرة تكون عليها كل هذه الأعباء ثم أطلب منها في العمل أن تؤدي في العمل. هيقولوا طب ما تقعد في البيت. طب الحالة الاقتصادية اللي يعني في مصر وفي أي مكان تستدعي أن يعني يتعاون اثنين على بناء أسرة. صحيح. نمرة اثنين، أنا ما أقدرش أعطل نصف المجتمع. المجتمع زي الإنسان، دايما أقول هو أنا أقدر أمشي بعين واحدة ولا بإيد واحدة ولا برجل واحدة؟ يعني الحياة فيها ازدواجية الأشياء، طب ليه المرأة ما تعمل؟ لكن ما يبقاش كل هذا على المرأة. هذا كان ما قبل الثورة. بعد الثورة حصل بقى في زي ما بيقول إيه خلل في الميزان. أولا المجلس القومي للمرأة أصبح مجلس قريب من المجلس الاستشاري أكثر منه مجلس تنفيذي، لأنه هو بمنشأه مجلس استشاري، لكن القوة اللي كان بيستمدها من قبل لم تعد متواجدة. مش هنا ده يمكن يعني الرقم الخاطئ في المعادلة، يعني أن الأمر لم يأتي من القاعدة الشعبية بالزبط. للرجال، وإنما جاء من أعلى من السلطة نتيجة يعني استرضاء زوجة الرئيس الأسبق، ونتيجة احنا ليه ميزات وليه عيوب. كان انعزل، لا، هو ليه ميزات، خلينا نقول وليه عيوب. كان من أحد ميزات
الفترة اللي قبل الثورة، إن كان في مثلا حصل في رقم قومي للمرأة، تعداد للمرأة، كان في الصحة للمرأة اللي هو الكشف والدوري والمراكز الصحية لها، كان في بعض التوجه لما يسمى بقضايا زي الختان أو العنف تجاه المرأة، قضية مثل الخلع، قضايا الرؤية، قضايا الأسرة، إنشاء محكمة للأسرة، وده كان جيد. لكن النهاردة مثلا محكمة الأسرة مكدسة بالقضايا. المكاتب اللي كانت داخل المجلس زي مكتب الشكاوى، ده كان مفروض انه ييسر ويسهل ويساعد المرأة على تحقيق الكثير. لكن نقول بقى ان بعد الثورة حصل في نظرة ضد هذا المجلس، ثم ان جميع الدول اللي كانت بتمنح اموال لهذا المجلس، لان المجلس ميزانيته ضعيفة جدا، ميزانيته اجور للموظفين وليس للاعضاء وليس للمقرات، في مقرات للمجلس القومي على يعني في جميع انحاء محافظات مصر. حضرتك مقرر يا دكتورة؟ لا انا مش مقرر، انا عضو 30. ما احنا المجلس بيتشكل من 30 عضو يتم يعني اختيارهم واصدار قرار جمهوري بتشكيلهم من رئاسة الجمهورية، لان المجلس لا يتبع مجلس الوزراء، يتبع الرئاسة، يتبع الرئاسة، حتى في الدستور الجديد يتبع الرئاسة، المؤسسة، الرئاسة كمؤسسة، ومن ثم هو لا يتبع السلطة التنفيذية. 30 الاعضاء ال 30 انتهى تواجدهم يوم 17/2/2015، الآن المجلس بلا رئيس وبلا أعضاء معينين، لكن في الموظفين. الموظفين الميزانية المجلس كلها لا تتعدى 25 مليون جنيه، دي للموظفين وللندوات إذا أقيمت أو بعض التدريب. لكن المرأة بقى وقضاياها، المقرات جميعها لا يتقاضى من يعملون بهذه المقرات، حتى المعاونين والفراشين ما لهمش أجر، دي قصة كبيرة، قضية كبيرة يعني. فالمقررين مأساة. طيب أين تذهب الأموال لقضايا المرأة؟ تذهب لمنظمات المجتمع المدني، ومنظمات المجتمع المدني تتلقى ملايين الجنيهات والعملات الصعبة لقضايا بعينها لإثارة خلخلة داخل المجتمعات العربية ومنها مصر. نتكلم عن قضية التحرش، فيطلع تقرير مصر أكبر دولة أو الدولة الأولى في العالم في التحرش. هل هذه تقارير سليمة؟ هل هذه يعني حضرتك يعني لو فاسدة؟ فاسدة. العنف تجاه المرأة، معدلات الضرب، حضرتك لو شفت الضرب اللي في استراليا وفي كندا يعني مميت ومهين، وتبقى مصر عنف، هم يعني خلخلة المجتمع. قضية الختان، أحد المنظمات حصلت على أكثر من 9 مليون دولار لموضوع الختان. قضية الختان لا تحل بالدولارات، ولن تحل بمنظمات المجتمع المدني، تحل بالتعليم وتحل بالصحة. طب يعني طب ليش يعني ليه عشان هذا هو يعني الفكر الغربي، أن المنظمات المجتمع المدني، هل منظمات المجتمع المدني بتشتغل على التعليم؟ طب هو عن قناعة الفكر الغربي ان هو يدي مؤسسة المجتمع المدني مبلغ ضخم زي ده؟ عن قناعة مؤسسة من مؤسساته؟ يا فندم، لان انت عايز تخلخل هذا المجتمع، تخلق فيه حالة صراع، ما انت بتحاول بكل الطرق ان تخلق حالة من الصراع وليس حالة من الانتماء والنماء. بمعنى ايه؟ هل هذه في منظمة اتكلمت لنا عن تعليم الفتيات؟ هل هناك منظمة مجتمع مدني تحدثت عن محو أمية النساء؟ هل في منظمة تحدثت عن فكرة تنمية مهارات المرأة؟ لا، كل الكلام تفعيل وتمكين، التمكين السياسي والتفعيل ودور المرأة. طبعا ممكن ناس تزعل مني، بس هذا هو الواقع، الواقع اللي بنشوفه النهاردة. لكن ومع كل هذا، المجلس القومي للمرأة ممكن يكون له دور أكبر من أنه مجرد أنه يكون مراقب، لأنه حتى مراقبته مش تشريعية، مراقبة، لكن قام بدور الحقيقة بقى في المرحلة السابقة اللي هي الثلاث سنوات الماضية، في الهجمة الشرسة اللي كانت على المرأة وعلى قضايا المرأة والأسرة، وكان ليه أكتر من دور أنه وقف كثير من القوانين التي كانت سوف تأتي لتنتقص من حق المرأة، منها زواج الأطفال مش القاصرات، يعني هنا بمعنى أطفال.
كان عبث عبث، يعني كان في قضايا عبثية، حق الرؤية وقضية الخلع وقضايا جوهرية مش في صلب، في صلب الحياة المصرية. في نفس الوقت كان يعني كان في توجه اختزال المرأة في الصفة الأنثوية اللي هي الزوجة والأم، بمعنى إيه؟ إن نلغي خالص إن المرأة دي مواطن، إن المرأة دي تكون عاملة، إن المرأة دي تكون ممرضة أو طبيبة أو أستاذة أو إعلامية أو حتى موظفة. الدور ده المواطني ما كانش موجود. عرض بانورامي رائع، بس نختتم بالشعر. آخر ديوان؟ لا، أنا ديواني يعني الديوان الحقيقة. أو ما تحبين أن تختتمين به؟ والله أنا مش عارفة أختتم بإيه، بس حاضر يعني من نفحات اليوم. طيب يعني هي دي، بس هقولها سريعا، مش هقولها كلها، هقول قطعة منها. كمان هي شائع. دي عن الصداقة بين عن يعني عن الصداقة مفهومة بين صديقتين يعني. تمام. لأن دايما بيقولوا إن المرأة ملهاش صديقة، يعني إن الغيرة تسود أكثر من الصداقة، ولكن يعني دي وكانت هي على يعني منحة أو على شكل نونية ابن زيدون. الله. فاسمها الله يرضينا. الله يرضينا. يا ملهم الصبر والسلوان أنزلها، وابعث إلي بطيبة ذكرى ترضينا. أشكو إليك فراقا من أحبتنا، وقد باعوا سنينا كانت تداوينا. هات الصحاب باتوا بأعيننا، منا مكان القلب يحيينا. ضاعت ليالي تلهو نلهو ونتجاذب أطرافا، لود صار اليوم يشقينا. الغول والعنقاء والخل الذي ما عاد في ضي الزمان يهدينا. ليس الصديق من نضحك معه، لكن صدقه في الأحزان يكفينا. الله. مرآة روحه تضوي أشعتها، ترمي سهاما لمعت بأيدينا. الحب ليس بعضا من تخيلنا، الحب نبع في الصدر يروينا. الله. الحب نبع في الصدر يروينا. أشكرك شكرا جزيلا. شكرا. يعني كلمات رقيقة، هي يعني غير أنها أستاذة هي شاعرة وأديبة، كلماتها تعبر عن مكنوناتها. شكرا جزيلا دكتورة. شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا فندم. بعد الفاصل تبقى معكم زميلتي إيمان الشامية وفقرة من فقرات مصر بكرة.